ندرة وغلاء، هكذا تبدو سوق الخضروات في موريتانيا. لا غنى للمطعم الذي يديره عبد المالك عن هذه المواد الأساسية وإن أصبحت باهظة الثمن، ولن يتفهم الزبائن أي زيادة مفاجئة في أسعار الوجبات. يقول لنا: أنا صاحب مطعم، جيت اليوم للمرسى هون لين نشتري مثلا البضاعة اللي خاصتني منها، كاروت ومنها تماتة ومنها ومنها ما فيها اللي ريتو. كيل كاروت بألف ومئتين، كيل تماتة بذل التلاف ومئتين. اللي قديت نشري هاي الربطة هذه زقبت بمبومداتير بعدني ما ريتها، أول شي قال لي فيها 7500. الفواكه أسعارها هنا في تصاعد هذه الأيام، وهي الأخرى تستورد كذلك من دول الجوار خاصة المغرب. هنا في سوق الخضروات والفواكه بموريتانيا قل العرض ومعه قل الطلب بسبب ضعف القوة الشرائية، كما ارتفعت الأسعار على نحو جنوني بعد أن أغلق معبر القرقرات الحدودي. ناشطون من جبهة البوليساريو التي تتنازع مع المغرب السيادة على الصحراء الغربية أوقفوا هنا في المنطقة العازلة حركة الشاحنات التي تنقل المؤن والبضائع إلى موريتانيا، وضع أجج السشال والاستقطاب على مواقع التواصل الاجتماعي. إغلاق معبر القرقرات له تداعيات اقتصادية آنية باهظة، لكنه قد يشكل حافزا للموريتانيين لزراعة الخضروات محليا، وسيفتح الباب أمام الجزائريين للتنافس على السوق الموريتانية. إغلاق معبر القرقرات أوقف التبادل التجاري إلى حين بين المغرب وموريتانيا، وسط الحديث هنا عن اقتراب وصول شاحنات جزائرية محملة بالفواكه والخضروات. محمد عبد الله ممين، العربي، مكشوط.